سلام لبنات، ان شاء الله هتكونوا ملاح. اليوم حبيت نحكي لكم على تجربتي الشخصية من بديل الزيت المغذي من لاماريك كوسموتيك. حاجة ملاحة ياسر، انا جربته شخصيا نفعني وفاتني، على خاطر انا كنت دايرة صبغة بزاف في شعري، دايرة ديكاباج، شعري كامل تحرق وفسد لي من الصبيغة كما تعرفوا. مي كي شفت عليه هذا الفيديو بزاف ويهضروا عليه الحفافات سيرتو، قلت علاش لا، خلي نشري منه ونجربه. شريت، جربت، يعني السعر تاعو في متناول الجميع. شريت وجربت منه، استخدمته عدة مرات قبل ما ندير هذا الفيديو. نفعني مليح، يرطب الشعر. انا نديره قبل الدوش ولا بعد ما ندوش نديره في شعري، او بيان بعد ندير السوشوار، يخلي الشعر ليس، يخلي الشعر تبان مغذية، تبان صحية اكثر. انا عجبني بزاف، صرتو هذا تاع جوز الهند. انا شعري يتقصف ويطيح بزاف ويعني تحرق من الصبيغة وكل شيء. جربته ونفعني، السعر تاعو تاني في متناول الجميع. هذه لامارك تاع كوسميتيك ملاحة بزاف، نتمنى تجربوها وتستفادوا منها كما استفدت منها انا. وهذا الفيديو حبيت نديره برك باش نقولكم باللي هذا راه ينفعني انا، قادر ينفعني انا، قادر ما ينفعش واحد اخرى. مي لا ماجوريتي تاعنا كاع البنات صابغين شعرهم بريسك، ويحوسوا على حاجه هكا يكون البري تاعها صغير ناقص باه يقدروا يعاونوا رواحهم بيها ويكون الشعر تاعهم صحي اكثر ولامح اكثر. نتمنى انكم تجربوه وما تنسوش تدعموني، انا اختكم رزيقة، قناتي صغيرة، ما زال ما كاين والو. ان شاء الله تدعموني. باي باي البنات، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. باي.